مع الحدث مع الحدث. يا سيدي هذا كلام خطير جدا. نعم. اللي انت بتحكيه كارثة بيئية، وانا قرأت طبعا التفاصيل اللي حضرتك حكيته، وكلام خطير جدا، ولكن احنا حابين نسمع منك ومن توضيح اكثر شو الكارثة البيئية هاي اللي قاعدة بتصير، شو اللي قاعد تحكي عطوفتك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع احنا يعني في الشمال اللي هو مكب الاكادر، ما يسمى مكب الاكادر، بيستعملوا اكثر من بلدية، منها بلدية اربد والمطرق والجرش وعجلون والرمثة. نعم. هذا المكب سيدي يعني ما عاد يستوعب اي كميات نفايات اضافية. احنا بعد ما نزلنا بالمكب هذا بنستعمل الاسلوب البدائي وطريقة التمر. طب مهندس حسين، حتى اتخيل معك انا والاخوة المستمعين، هذا المكب بعيد عن مدينة اربد ومدينة المفرق كم كيلو؟ وين موقعه؟ يعني لا يتجاوز بعد عن اربد 20 كيلو 17 20 كيلو سيدي. عن منطقة يعني اقرب منطقة سكنية، اقرب منطقة سكنية 20 كيلو؟ نعم. الآن أنت طرحت المشكلة وتخيلنا معك الوضع، ولكن طب ما هو المطلوب الآن؟ ما هو الحل؟ هل طلبت مساعدة الحكومة أو أي جهة أخرى؟ سيدي احنا يعني مننبه قاعدين من أكثر من سنة أنه هذا مكب النفايات يجب إيجاد معمل أو مصنع أو ورشة عمل لتدوير النفايات. العالم صار برا يتعامل مع النفايات، هي مصدر دخل. طب أنتم البلدية مهندس حسين، الحل بيدكم، أنتم تصرفوا يعني. نعم. لا يا سيدي احنا البلدية عاجزين، بلدية اربد او المطرق او اي بلدية بالمملكة عاجزين تتعامل مع مشروع مثل هذا. المشروع مثل هذا سيدي حد ادنى تكاليفه من 80 ل 160 مليون دينار، لكن هذا راح يكون مردوده خلال 5 سنين ل 10 سنين انه يرد راس ماله. يعني مشروع ذو جدوى اللي هو الاهم من الجدوى الاقتصادية تبعته، راح يكون مصدر دخل للبلديات، لانه هذا احنا المواد هاي برا قاعدين في دول اوروبية مثل الدنمارك وغيرها بيشتروا نفايات الدول المجاورة. تحدثتم مهندس حسين، تحدثتم مع الحكومة، طرحتم مشكلتكم لحد، تناقشتم مع احد بهذا المشروع؟ يا سيدي نعم، كان في مجلس الوزارة عندنا قبل 6 7 اشهر في محافظة اربد، وهذا من اول مشاريع اللي انطرحت. برضو هذا المشروع استجابوا لكم الجماعة، حكوا معكم بجدية؟ والله يعني الكل بيبدي اهتمام، لكن للاسف ما في حدا رد لنا اي خبر. طيب اذا استمرت الامور لا سمح الله على ما هي عليه وما حدا رد، شو اخرتها؟ شو الكارثه البيئيه المشكله؟ هذا السيدي اللي مننبه منه انه احنا اللي تفاقم المشكله يا سيدي، اللي هو اخواننا السوريين المرحب فيهم دائما في بلدهم الثاني. اخواننا السوريين في مدينه اربد على سبيل المثال بيتجاوز العدد 200 الف مواطن. في مدينة المفرق يتجاوز 3 أضعاف أو 4 أضعاف عدد سكان المفرق. نعم. الرمثة يتجاوز عدد السكان تقريبا 100% عدد السكان. نعم. هذا العدد سرع في عملية زيادة المشكلة تفاقمها. نعم. يعني صارت كميات النفايات اللي كانت تنتج من هاي البلديات ما تقارب 800 ل 900 طن حاليا تنتج نفايات من نفس البلديات هاي وضع اخواننا السوريين المتواجدين تجاوز العدد 400 500 طن اضافه للكميات اللي احنا ننتجها. طب ما عاد في مساحات يستوعب، في ناس تطرح قال حلول، بعض الحلول لاشتراء اراضي مجاوره للمكادر توسعته. حلول انيه يعني يا سيدي. هذا مو حل، احنا نغطى على المشكله، اللي بغطى على مشكلته لاميت، يعني بنضل نغطى على المشكله. هذا المكب يجب انه يتعامل معه يعني بمعمل او مصنع تدوير نفايات. يا حبذا انا بقول يعني وزاره التخطيط او الجهات المسؤوله عن المنحه الخليجيه، هاي هذا المشروع كان في اربد او كان في عمان او كان في الجنوب من صلب المنحه الخليجيه، يعني طيب كويس. المشاريع تطرحها المنحه الخليجيه، هاي المشاريع راح توفر فرص عمل، راح تتخلص من مشكله كبيره راح تواجهها الاردن يعني بالايام بالاشهر القادمه او السنين القادمه. نفايات ما عادت انها تتعامل مع الطريقه السابقه، يجب تدويرها.